السلام عليكم. هناك شكوى دائمة من تراجع اللغة العربية في المحتوى العربي تحدثاً وكتابة، كما أن العرب فيما يبدو غير مهتمين كثيراً بتعليم لغتهم لغير الناطقين بها، وهو واقع تغذيه ربما حالة التخلف السياسي والمجتمعي والفكري في البلدان العربية. وإحدى محصلات هذا الواقع غياب الوعي بين أبناء العربية بقيمة لسانهم وثرائه والقيم الفكرية والأخلاقية التي يحويها، وهو الثراء الذي يتداخل بعلاقة متلازمة مع الثقافة العربية التي كانت يوماً قبلة الباحثين عن عمق المعرفة ومتعتها. نحاول في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب بحث موضوع اللغة وشكل العلاقة بينها وبين الثقافة من خلال التركيز ابتداءً على مفهوم اللغة وكيفية الإفادة من غنى الثقافة العربية في تعليم لسان العرب وسبل تعميق وعي الإنسان العربي بقيمة لغته وأهميتها في ظل انحسار حضاري ومعرفي كبير لعرب اليوم. التفاصيل بعد التقرير. لا حديث عن الثقافة من دون ذكر اللغة، فاللغة المكتوبة والمنطوقة جزء لا ينفصل عن ثقافة المجتمع، بل هي الوعاء الحامل لثقافة ذلك المجتمع، وهي الوسيلة الأولى التي يعبر بها الإنسان عما يجول في خاطره من أفكار. وإذا كانت الثقافة كما يعرفها الباحثون هي مجموعة السلوكيات والأفكار والمبادئ والقيم التي يتبناها الإنسان في حياته، فإنه لا يتصور أي تناقل للأفكار والمعارف بين الناس من دون اللغة، مكتوبة كانت أو منطوقة، ليعبر ذلك عن عمق العلاقة بين الثقافة واللغة، فلا ثقافة بغير لغة، ولا لغة بغير ثقافة. وبالنظر إلى المجتمعات العربية، فإن الأمر يأخذ أبعاداً أكثر عمقاً، فاللغة العربية لا تعد فقط أداة للتعامل الاجتماعي، وإنما تأخذ أهميتها القصوى من كونها لغة القرآن الكريم، فبات الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة النبوية مشروطاً بعدة أمور، من أهمها الإلمام باللغة العربية وعلومها، ما يعني أن تعميق الوعي بقيمة اللغة العربية يرتبط باستعادة وتعميق الهوية والثقافة الإسلامية للأمة، لا سيما في ظل ما يواجهه العرب من انحسار حضاري لصالح المخرجات الثقافية الوافدة من المجتمعات الغربية في إطار العولمة وثورة المعلومات. اللغة والثقافة إذن لا تنفصلان، فمن أراد تعميق وعي الأمة واستعادة مجدها النابع من الهوية والثقافة الإسلامية فعليه أولاً استعادة الفهم الصحيح للدين، وأول المراحل في ذلك الاهتمام بتعليم اللغة العربية والتوعية بأهميتها وقيمتها ضمن المنظومة الثقافية للأمة العربية الحاضنة الأولى والأهم للحضارة الإسلامية. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور علي أبو زيد، الخبير الأول بمعجم الدوحة التاريخي ورئيس جامعة دمشق الأسبق، وعبر زوم من لندن الدكتور مؤمن العنان، أستاذ اللغة العربية وخبير مناهج تعليم العربية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأنا من لندن، دكتور مؤمن، يجدر بنا في هذه الحلقة أن نتحدث بداية عن العروس، عروس الحلقة التي هي لغة من زاوية المضمون، من زاوية المفهوم إذا ما جاز لنا. فما مفهوم اللغة ابتداء دكتور؟ عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. اللغة في الحقيقة يمكن القول إنها نظام صوتي يمتلك سياقا اجتماعيا وثقافيا، كما أن هذا النظام له دلالات ورموز وقابل للنمو والتطور، ويخضع في ذلك للظروف التاريخية والحضارية التي يمر بها المجتمع. هذا من حيث مفهوم اللغة كمفهوم عام. في القديم عرفها ابن جني بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. في الحقيقة من هذين التعريفين نستطيع أن نجد وظائف اللغة. فاللغة عموماً، دكتور عنان، قبل الحديث عن الوظائف، اللغة في السياق الذي تفضلت بالحديث عنه، هل هي
يعني يمكن القول بأنها انعكاس لتفكير عقلاني أم هي تجسيد لعواطف ومشاعر داخلية في نهاية الأمر؟ اللغة هي نظام متكامل من السياقات التاريخية والاجتماعية والمكنونات التي يتضمنها كل مجتمع، فكل مجتمع مكنوناته تكون في لغته. لهذا نقول أن تعريف اللغة ينبغي أن يحتوي على وظائفها، وذلك لسبب جوهري في الموضوع، أن اللغة جوهرها هو الإنسان والمجتمع والتواصل بينهما. اللغة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ومنظومة صوتية وصرفية ومعجمية ونحوية ودلالية، وهي أيضا أداة للتفكير، كما أنها أداة للاكتساب المعرفي، كما أنها أداة للتعبير عن الأحاسيس والمشاعر، وهي أيضا أداة لتشكيل الوعي، وهي وسيلة لنقل المعارف والعلوم، كما أنها وسيلة لتناقل المعلومات عبر الأجيال، وهي بذلك ظاهرة سلوكية، إذ لا تكتمل دلالة المادة اللغوية إلا بإسنادها إلى الموقف الذي تستعمل فيه والسلوك الذي ينتج عنه. هذا باختصار أستطيع أن أوصف مفهوم اللغة. طيب دكتور مؤمن، اللغة يعني كما تعرف كمصطلح شأنها شأن المصطلحات، كثير من المصطلحات الأخرى ليس هناك اتفاق على تعريف واحد ومحدد ومنضبط لها. سؤالي هو ما الثمرة التي يمكن أن تجنى من تحديد ومعرفة مفهوم اللغة أو تعريف اللغة؟ مفهوم اللغة يقودنا إلى شيء جوهري وهو مضمونها. ما هو مضمون اللغة؟ لهذا السبب نحن نحتاج إلى فهم هذا المضمون الذي تدل عليه تلك الوظائف الموجودة في اللغة. لذلك هناك تعريفات مرتبطة بتعريف اللغة عموما. عندما أقول اللسان أو أقول الكلام، ما هي الفروق بين هذه الاصطلاحات؟ فاللسان أو ما يسمى اللغة المعين كالعربية مثلا بلسان عربي مبين. اللسان إنما هو الوعي الجمعي، وليس هو لسان فرد أو نطق فرد، بل نطق الفرد يسمى كلاما ولا يسمى لسانا، واللسان هو النطق الجمعي أو الوعي الجمعي أو ما يسمى بالعقل الجمعي. وليست اللغة المعينة أو اللسان في عقل أي فرد من أفراد المجتمع، وإنما هي شراكة بين الفرد وباقي أفراد المجتمع، فهي توجد في حاصل عقول أبناء المجتمع جميعا. جميل. طيب أتحول إلى الدكتور علي أبو زيد. في السياق ذاته، عندما نتحدث عن اللغة، عن مفهوم اللغة، فهل ثمة اختلاف ذو شأن على الصعيد المفهومي بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة؟ أولا حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا. اللغة في ذاتها هي أداة تواصل، ولذلك يعني تتمة لما تفضلت به، عندما نستطيع تحديد مفهوم اللغة بما أنها وسيلة، كلما أتقننا معرفة أدوات هذه الوسيلة نستطيع أن نستفيد منها وأن نستعملها. من هذا الباب اللغة المنطوقة أو المكتوبة، إذا كنت تقصد هل هي اللغة بين اللهجة العامية والفصحى، فهذا أمر مختلف، ولكن اللغة المنطوقة على أنها اللغة السليمة المتحدث بها والمكتوبة، الأصل أن المؤدى واحد، ولكن بعضها المنطوق إذا لم يحفظ سينتهي، والمكتوب ستتداوله الأجيال. فالرابط بين الأمرين أن اللغة المنطوقة هي لغة التواصل الآنية، تثبت في الكتب فتصبح جزءا من ثقافة المجتمع وجزءا من هوية هذا المجتمع ومن معارفه. لماذا سألتك هذا السؤال دكتور علي؟ لأن ثمة من يصنف اللغة العربية تحديدا على أنها من اللغات السمعية وليست من اللغات المكتوبة، هذا الذي دفعني إلى هذا السؤال. هذا الأمر يعني ليس من السهولة توضيحه بشكل كامل، ولكنه يعني مما يصح فيه القول، هي كلمة حق يراد بها باطل. ليست هناك لغة في العالم ليس فيها تناقضات بين المنطوق والمكتوب.
كل لغات العالم فيما أعلم ثمة لغة تنطق وتكتب كما هي، ألفاظ تكتب تنطق وتكتب كما هي، وثمة ألفاظ تنطق على شكل وتكتب على شكل آخر. إذا نظرنا إلى هذا الأمر من خلاله، إذا نظرنا إلى اللغة العربية من خلالها، فلا يعني لا مزية أو لا ضير فيها قياسا إلى غيرها. أما إذا شئنا أن نسلك في عداد الذين يهاجمون اللغة العربية ويكيدون لها، يستخدمون كل الوسائل، ومن هذه الوسائل أنهم يقولون لك يا أخي اللغة العربية منطوقة وغير مكتوبة. اللغة العربية في بدايتها، نتحدث عن شيء من الجاهلية إلى زمن التدوين، إلى يعني إلى القرن الأول للهجرة، أواخر القرن الأول للهجرة، كانت العربية مروية منطوقة، مروية يتناقلها الناس ويسمعونها، بل يذهبون إلى الأماكن الأكثر فصاحة للأخذ منها. ولكن لما بدأ التدوين ظلت عملية الرواية الشفوية أساسية عند العرب، بل إلى يوم الناس هذا اليوم. حتى تكون قارئا للقرآن وحافظا له، لا بد أن تأخذه بسند من عالم، من قارئ عالم سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مزية الرواية عند العرب ليس لها نظائر عند الأمم الأخرى، ولذلك لا تستطيع أن تحاكم اللغة العربية كما تحاكم باقي اللغات. اللغة العربية شبه مستقرة من الجاهلية إلى يوم الناس هذا. أنا دوما أضرب أمثلة، هي اللغة الوحيدة في العالم المستقرة ربما، هي اليوم إذا شئت أن أحدثك بعشرات الأبيات من الشعر الجاهلي يفهمها حتى عوام من الناس. يعني البيت المشهور لعنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي فوددت يعني هذا البيت نعم. ألا يفهمه عوام الناس؟ وهو بيت عنترة صنف بأنه أفضل ما قيل في الغزل: وأغض طرفي ما بدت لجارتي حتى يواري جارتي مأواها. ألا يعرفه الناس اليوم؟ هذه اللغة شبه مستقرة من الجاهلية إلى يوم الناس هذا. ولذلك مفهوم نظرتنا إلى اللغة العربية يجب أن ننظر إليها من هذا الباب. تطور دلالاتها ليس كتطور دلالات اللغات الأخرى. اللغات الأخرى متحركة. اليوم الفرنسي اليوم لا يستطيع أن يقرأ مسرح مولير مثلا، لا الإنجليزي لا يستطيع أن يقرأ مسرح شكسبير بلغته التي كتبها بها، بينما نحن اليوم نقرأ الأدب القديم والشعر الجاهلي والجاحظ، كل شيء نقرأه. فإذا مفهوم الرواية والمنطوق والمكتوب بالنسبة للغة العربية ينظر إليه من خلال حالة هذه اللغة التي وضعت لها قوانين، أو قدر الله لها أن تكون ضمن قوانين ومعايير اليوم نحن نستطيع أن نستفيد منها لجعل هذه اللغة عظيمة، لجعل هذه اللغة وسيلة تواصل. رب العالمين جعل اللغة العربية ليست خاصة بالعرب، هذه لغة عالم، الإسلام للناس كافة واللغة الإسلام للناس كافة. يجب أن يقر هذا في أذهاننا. يعني نحن عندما ندافع عن العربية لا ندافع عنها لأنها لغتنا فقط، بل ندافع عنها لأنها لغتنا أولا، ولأنها لغة العالم. الدين جاء للناس كافة. من هذا الباب النيل من اللغة لا ينال من العربي فقط، بل هو القصد الأول النيل من الإسلام. من ضمن هذه المفاهيم يجب علينا أن ننظر إلى اللغة العربية إن كانت منطوقة أو مكتوبة على أنها لغة ذات معايير وذات ضوابط ونواميس نستطيع أن نفيد منها في كل حالاتنا. وهذه اللغة استطاعت وأثبتت عبر التاريخ أنها لغة حضارة، يعني حملت حضارة العالم نحو 800 سنة بكل تقدماته. اليوم يقولون لك اللغة العربية لا تستطيع أن تعبر عن الاختراعات الجديدة، هذا أمر غير صحيح. يعني أولا، من قال إن أي لغة في العالم يجب أن تعبر عن كل مستجد في جميع أنحاء العالم؟ كل لغات العالم تتقارض يستعير بعضها نعم. من بعض، وتعرب وتترجم وما إلى ذلك نعم. من هذا الباب يجب علينا أن ننظر إلى اللغة العربية
من خلالها، من خلال ظروفها وحالاتها وتاريخها وأمتها. نعم. وشعبها. لا، أتيت قبل قليل على موضوع الثقافة، وهنا يعني يحسن بي أن أنتقل إلى لندن إلى دكتور مؤمن، حتى يعني لا أريد أن أقفز على المحاور دكتور مؤمن، سنتحدث بعد الفاصل عن قضية العلاقة الموضوعية بين اللغة والثقافة، لكن من الناحية الشكلية حبذا لو تحدثنا عن شكل العلاقة بين اللغة وبين الثقافة، وربما هذا يقتضي طرق مفهوم الثقافة ابتداء. نعم، بارك الله فيكم. يعني أستاذنا أجاد تماما في مسألة أن اللغة العربية يعني لغة مكتوبة وليست فقط منطوقة، ولا أدل على ذلك إلا المكنون العلمي باللغة العربية المستودع في المخطوطات العربية التي ما عرف لها عدا ولا عديدا أكثر من المخطوطات العربية حتى يومنا هذا، وهذا دليل مادي محسوس لكل من يريد يذهب إلى خزائن المخطوطات، فلا يجد أكثر من المخطوطات العربية تتحدث عن العلوم والمعارف ولا تتحدث عن الآداب فقط، وسآتي على ذكرها بعد قليل إن شاء الله ما هو المحتوى الثقافي العربي للغة العربية. لكن أما شكل العلاقة بين اللغة والثقافة فيمكن أن أقول إن الأساس الاجتماعي الذي بنيت عليه ثقافة المجتمع العربي منذ نشأته وتطوره قبل 1500 عام تقريبا، ومن ثم ريادة المجتمع العربي بشكل عام للحضارة الإنسانية والمعارف البشرية، إنما تحقق ذلك كله بفضل الثوابت الثقافية التي هي في الحقيقة أسس ومبادئ مستمدة من الدين الإسلامي. وهذا يقودنا إلى أن نظام الحياة عند المسلمين مبني على مفاهيم موجودة من حيث الإنسان والكون والحياة وطبيعة الحياة، هذا كله مستودع في فكر الإنسان وفي ثقافته، وبالتالي هذا انعكس بشكل مباشر على لغته. لذلك كما تفضل أستاذنا، لو قارنا الكلام العربي بين قديمه وحديثه لا نجد فارق. نأتي بقصيدة الآن يعني قبل 500 عام قبل الإسلام لا نجدها تختلف كثيرا عن القصائد التي قالها شوقي وغيرها، إلا في بعض المفردات التي نحتاج إلى معجم بسيط. ماذا يعني هذا دكتور من الناحية العملية، من ناحية القيمة، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن الثقافة العربية إنما تطورت وتنوعت وازدادت وتعددت بعد الإسلام، فازدادت اللغة ثراء بعد الإسلام، وذلك لأن القرآن الكريم كونه حفظ اللغة من جهة العربية، إلا أنه أيضا أعطاها امتدادا واسعا عموديا وأفقيا، يعني بمعنى أعطاها امتدادا على الواقع الاجتماعي وانعكاساته والثقافات الوافدة والثقافات الحاصلة، ثم تطور المعارف، تطور العلوم التي بات المسلمون فيها روادا للنهضة وروادا للحضارة على مدى أكثر من 800 عام كما تفضل ضيفكم الكريم. لهذا يعني، وهذا مبين في كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فذلك كله يتم باللغة العربية. ولهذا أقول إن شكل العلاقة يمكن أن نبينه بأن ثقافة كل أمة إنما تنعكس في لغتها بصورة مباشرة، وهي مدونة في معجمها اللغوي، وهي محمولة في ألفاظها وفي سياقات جملها. ومن المعروف أيضا أن المعجميين هم من أحرص الناس أو من أحرص اللغويين على ضبط بنية الكلمة وعلى تدقيق معانيها، وإن المناهج التعليمية المعنية بتعليم العربية يجب أن تشتمل على المفردات العربية التي تبرز انتماء تلك المفردات إلى الميدان الثقافي. لا نأتي بأي مفردة كيفما كان وكيفما اتسق، وخاصة إذا كانت تزود بمفاهيم غير عربية ومفاهيم بعيدة عن ثقافتنا، بل إن الأساس في ثقافتنا هو ما يطمح إليه غيرنا. واليوم أنا أعطيك من هذا، عندنا عشرات البحوث في جامعات في بريطانيا هنا تأتي على دمج أطفالنا العرب مع غير العرب بس من أجل شيء واحد، وهو زيادة الذخيرة الموجودة عند أطفال غير العرب،
زيادة ذخيرتهم من التعامل مع أطفال العرب. لكن الأطفال العرب دكتور مؤمن يتحدثون لغة دارجة، لهجة دارجة، عامية، بعيدة عن لكن مكنونهم إنما هو بالثقافة العربية يا أستاذ. مكنونهم الفكري هذا الذي يستدعيه من فكره ولغته الأم، هذا موجود في ثقافة أبنائنا لأنها مختزنة في فكرنا وفي هويتنا وفي أصالتنا. طيب، وهذا موجود، لهذا هذا يجرى عليه بحوث كثيرة اليوم، وهو شائع جدا في المدن والعواصم الغربية اليوم. طيب، لو رجعنا إلى ما تفضلت به قبل قليل الدكتور علي، من أن هناك اتهام للغة العربية بأنها لم تستوعب منجزات العصر التكنولوجية والتقنية والعلمية وإلى آخره، لو تنزلا قبلنا بهذه الرواية، هل في ذلك عذر لأن اللغة العربية يعني ليس وراءها الآن حضارة مهيمنة مسيطرة؟ يعني ليس لعجز في خصائص اللغة نفسها هذا الأمر، وإنما بسبب الغياب الحضاري للعرب، هل توافق على هذا التحليل؟ هو الغياب الحضاري يعني تغيب معه الأم، فلا ضير إن غابت لغتها معها. يعني عندما تغيب الأم ما قيمة لغتها؟ نحن المشكلة الأساسية في عقليتنا، نحن علمنا أو ربينا على أن لا نعتد بتراثنا، أن لا نعتد بلغتنا، أن ننظر إلى لغتنا وإلى تراثنا نظرة ازدراء أو نظرة دونية، لأننا اليوم في زمن نجد أنفسنا فيه متخلفين عن غيرنا. الحقيقة هذا يعني دوما نحن نقول اللغة تقوى بأهلها وتضعف بأهلها، قوة اللغة وضعف اللغة ينتميان أو يقومان على ضعف الأمة. اليوم ما دورنا الحضاري؟ فعندما نقول نحن بعداء عن الحضارة الإنسانية، هذا لا يعني أن اللغة هي السبب. السبب نحن الذين جعلنا هذه اللغة لا تعبر، بدليل كما قلت قبل قليل، يعني نحن عندما نتحدث عن حضارة، يعني العرب في الجاهلية ما الحضارة التي كانوا ما العلم، ما المعرفة التي كانت لديهم؟ كانت لديهم حياة البداء والقبائل العشائر التي كانوا يعيشون فيها، ينتقلون من مكان إلى مكان. جاء الإسلام وانتقل من القبيلة إلى الدولة، والدولة العالمية التي تضم العربية وغير العربي، بدأت هذه الدولة تنشئ معارف وعلوم وما شابه ذلك. استطاعت هذه اللغة البدوية استطاعت أن تعبر عن هذه المصطلحات، وبدأت ترتقي حضارة الأمة وترتقي معارفها وتنتقي علومها حتى أصبحت مركز إشعاع للعالم أجمع، واستطاعت هذه اللغة أن تعبر عن كل هذه الحضارة. إذن قويت اللغة بقوة أهلها. اليوم عندما نتحدث عن ضعف اللغة العربية أو أنها لا تعبر عن الحضارة، لأننا نحن مقصرون، نحن الذين نقصر. عندما قام العرب في بداية القرن العشرين تمسكوا بلغتهم، استطاعوا أن يعربوا التعليم، واستطاعوا أن يعربوا المصطلحات، مصطلحات الحياة، كل شيء دخل إلى البلاد العربية استطاعوا أن يعربوا. لكن دكتور علي، يعني ذكرت مفردة ضعف اللغة العربية، يعني أريد أن أذهب إلى الفاصل باختصار شديد. هل الضعف في اللغة العربية الذي يتحدث عنه اليوم ضعف بنيوي أم مرحلي؟ لا ضعف أصلا، لا ضعف في اللغة العربية. قلت قبل قليل اللغة، كل لغة فيها ضوابط، هذه الضوابط أحيانا فيها بعض التجاوزات، وهذا الأمر المنطقي في كل قاعدة. يقولون لكل قاعدة شذوذ، يعني احنا عندما نقول المبتدأ يتقدم على الخبر، هذا ضابط أساسي. بمعنى آخر، الجملة الإسمية فيها مبتدأ وخبر، الآن من جوازاتها أن يتقدم الخبر على المبتدأ أو أن نحذف الخبر أو أن نحذف لعلة بلاغية، هذا لا يعني ضعف. بعض الكلمات التي يختلف نطقها عن كتابتها أحيانا هي أيضا من هذه التجاوز أو المجازات التي يجوز لكل لغة أن تستخدمها. ولذلك لا نستطيع أن نقول اللغة العربية ضعيفة، لا اللغة العربية ولا غيرها، بل اللغة العربية باعتراف جميع دارسي اللغات
فيها من المزايا الصوتية وفيها من المزايا القواعد والأبنية وآلية التصريف ما ليس لنظائرها من لغات العالم. ولذلك اليوم العالم عندما بدأ يتحدث عن شيء اسمه اللغة الكونية، جعلوا اللغة العربية هي الأولى التي تثبت ولا تتغير، وتستطيع التعبير عن كل شيء لو شاء الناس أن يعبروا بها بمكنة. نعم. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نبحث عن العلاقة الموضوعية بين الثقافة واللغة وكيفية الإفادة من ثراء الثقافة العربية في تعليم اللغة العربية سواء لأبناء العرب أو للناطقين بغيرها. وقفة قصيرة ومن ثم لنا عودة. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أسعدكم الله، هذه عودة لمواصلة الحديث عن اللغة والثقافة والعلاقة العضوية بينهما. سريعا أذهب إلى لندن. دكتور مؤمن، يعني تتنافس الأمم عادة، أو الأمم دعنا نقول الأمم الحية من الناحية الحضارية، في خدمة هوياتها، وأبرز معبر عن الهوية وأهمه وأبرزه هو اللغة. يعني الصينيون اليوم، اليابانيون، البريطانيون، الفرنسيون يتنافسون فيما بينهم لخدمة لغتهم. هل الأمر كذلك في الحالة العربية؟ هل ترى أن العرب اليوم معنيون كثيرا في خدمة اللغة تعليما ونشرا وذيوعا؟ يا سيدي، يمكن القول أن اللغة العربية اليوم باعتبارها أهم من أهم اللغات في العالم على نطاق الأمم المتحدة، فهي رابع لغة في العالم في أحد التصنيفات، وفي تصنيف آخر هي سادس لغة في هذا الكوكب. إلا أن اللغة من العربية، حيث ماذا؟ من حيث الناطقون بها؟ من حيث عدد المستخدمين تعتبر هي رابع لغة في العالم، ومن حيث عدد ومن حيث اعتبارات ثانية لا أذكرها الآن، لها تصنيفات عدة. إلا أنها على الأقل نستطيع أن نقول لا يجوز أن يخرج أي قرار أممي في الأمم المتحدة إلا بلغات ستة، اللغة العربية على رأسها. وهذا موجود ومستودع أصالة وليس بالترجمة. فعندما يصدر أي قرار عن الأمم المتحدة فهو يصدر بستة لغات منها اللغة العربية. فاللغة العربية نظرا لعمقها التاريخي، والجميع يعلم اليوم وهذا ليس أمرا يعني مخفيا، أن اللغة العربية تعد من أحدث اللغات السامية، إلا أنها هي اللغة الوحيدة التي كانت ولا تزال كما هي في بنيتها، ولم يتغير ولم يطرأ على بنيتها أي تغيير. تطورت نعم، إلا أنها لم تتغير في بنيتها، بخلاف باقي اللغات السامية التي تغيرت وتغيرت بناها وتغيرت حتى ألفاظها، ولم يعد لها علاقة بين ماضيها وحاضرها. أما اللغة العربية فلا تزال كما هي، ومعجمها الثقافي ومعجمها اللفظي يزداد ثراء جيلا بعد جيل من آلاف السنين إلى يومنا الحاضر. وهذا موجود ومستودع في المخطوطات العربية، وموجود ومستودع في خزائن المعارف والعلوم يستطيع أن يرجع إليها أي إنسان. لذلك سيدي الكريم، نقول إن اللغة العربية باعتبارها نسقا رمزيا وباعتبارها محتوى ثقافيا لا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإن هذا النسق الرمزي إنما يدرس من أجل المحتوى الثقافي. لكن دكتور مؤمن، يعني لا يدرس لذاته، فنحن لا ندرس القواعد للقواعد. لكن ماذا عن خدمتها؟ يعني هذه أنت تتحدث عن ماهية اللغة وعن خصائصها وعن قيمتها، لكن ماذا عن خدمتها؟ هل ترى اليوم أنها تحصل على القدر اللازم من الخدمة؟ في الحقيقة أبناء العربية مقصرون على المستوى الرسمي، هناك تقصير كبير.
وعلى المستوى الشعبي هناك تقصير كبير، وعلى المستوى الفردي هناك جهود فردية كثيرة، لكن مثل هذه الجهود لا تكفي. الجهود الفردية كثيرة لكنها جهود لا تكفي من أجل وضع اللغة في مكانتها اللائقة بها، وإنما تحتاج إلى جهود الحكومات وجهود طيب. الدول وما إلى ذلك. هذا بلا شك. لهذا السبب نجد الانعكاسات خطيرة على نعم. مناهج التعليم ومخرجات تعليمية، ويعني اليوم يتخرجون من الجامعات أبناؤنا ونجدهم يعني لا يتقنون حتى صياغة جملة كما ينبغي. طيب، هذا من ناحية الوصف العام للحالة دكتور مؤمن، لكن لو رجعنا إلى الاستوديو لنسأل الدكتور علي أبو زيد عن ماهية المشكلة. عندما نقول بأن اللغة العربية يعني خدمة اللغة العربية، هل يمكن أن تحدثنا عن ماهية هذه الخدمة، مظاهرها؟ الخدمة التي نقدمها نحن للغة أو اللغة الخدمة التي تقدمها اللغة لنا؟ خليني أشار الدكتور مؤمن مشكورا إلى قضية، اسمح لي أن أعقب عليها. قضية المخطوطات، التراث العلمي العربي لم للأسف في كثير من جوانبه قدمت له خدمات كثيرة، ولكن لم يخدم الخدمة الحقيقية. العالم فؤاد سزكين ترجم نحو أو استطاع أن يثبت نحو من 30,000 مخطوط العالم التركي. العالم التركي سرقت من الفكر العربي، من التراث العربي الإسلامي، ونسبت إلى أصحابها زورا وبهتانا، وبنيت عليها النهضة الأوروبية، ونحن لم نستطع أن نفيد منها. هذا جزء من الخدمات التي يجب أن نفيد منها لتراثنا، من تراثنا، وأن نقدمها لها. اليوم ما الذي قدمناه اللغة؟ اللغة تقدم كل شيء ما دمت تستطيع الإفادة منها، وما دمت تستطيع استخدامها كما يجب وكما هي. اليوم نحن لم نقدم شيئا للغة العربية، بل يا ليتنا توقفنا عند أننا لم نقدم شيئا. للأسف نحن في كثير من الأحيان نسيء إلى اللغة، نضر اللغة، نزدري اللغة، نزدري مستخدميها، نزدري معلميها، بل أصبحنا في حالة مجتمعية المتفرنج فينا هو المقدم على غيره، الذي يستطيع أن يستخدم بعض المفردات الأجنبية وأحيانا لا يعرف غيرها. لكن النفاق المجتمعي أصبح شائعا، بدأ الناس يميلون إلى هذا الحل، وهذه حالة مجتمعية. الآن نحن ما الذي قدمناه؟ للأسف دكتور، كل المؤسسات اللغوية في الوطن العربي، ما الخدمة الجليلة التي قدمتها للغة العربية؟ هي حالات ليس لها أثر واضح. عربنا بعض المصطلحات، ترجمنا بعض المصطلحات، ما الذي قدمناه أكثر من ذلك؟ ما الذي بالإمكان تقديمه؟ لو كانت هناك إرادة سياسية لدى الجميع أو لدى بعض الدول. اليوم أنا في يعني أكرر هذا المثل دوما، أقول نحن لا نطلب من أولياء الأمور إلا أن يكونوا بارين بقسمهم. عندما يتوسدون الأمور يقسمون على المحافظة على الدستور وتنفيذه. كل دساتير الوطن الدول يعني العربية هذا يقتضي إخراجهم من السلطة، برهم بقسمهم ربما. لا، أنا أطلب البر بالقسم فقط. يعني هم يقسمون على أن يكونوا أوفياء لهذا الدستور. كل دساتير البلاد العربية تجعل اللغة العربية لغة الدولة، ومع ذلك جميع الأنظمة في معظم الدول العربية، إن لم أقل في جميعها، تقدم حامل اللغة الأجنبية على حامل اللغة العربية، تشترط للتوظيف اللغة الأجنبية ولا تشترط للتوظيف اللغة العربية. هذا يجعل اللغة العربية ضعيفة بين أهلها. اليوم أبناؤنا نتباهى في المجتمعات أننا وضعنا أبناءنا في مدارس انترناشونال، يعني أنا ابني في مدرسة أجنبية يتعلم اللغة الأجنبية، وأحيانا يشكو إليك بعض الآباء أبنائي في البيت لا يتكلمون اللغة العربية، ما أنت وضعتهم في هذه البيئة التي لا تعلمهم اللغة العربية. فنحن المجتمع بدأ يميل في عقليته وفي تفكيره وفي قيمه التي يعتمدها
إلى الميل نحو اللغات الأجنبية والتخلي عن اللغات العربية، فنحن لم نخدمها أولا، بل أسأنا إليها وجعلناها عارا على متكلمها. الأمر الثاني أن هذه الدول لم تعطي اللغة العربية حقها، لا في التعليم، لا في معلمي هذه اللغة، لا في ضوابط استعمال هذه اللغة في المؤسسات الدولة وفي خطابات الدولة وفي مسؤولي الدولة. الآن مسؤول الدولة يذهب إلى أي مكان ويتحدث، يتباهى أنه يستطيع أن يتحدث بالإنجليزية. لاحظ كل شعوب العالم وكل مسؤولي العالم عندما يتحدثون في اجتماعات رسمية يتكلمون بلغاتهم وإن كانت مغمورة، إلا العرب يتفاخرون بأنهم يتكلمون بالأجنبية ويحاولون أن يعبروا، يظنون أن التحضر في أنه يستخدم لغة ولا يجيد لغة قومه. هذه مشكلتنا، فالمشكلة في عقلية كثير منا وليست المشكلة في اللغة العربية. نحن لم نقدم خدمة جليلة للغة العربية باستثناء الحالات الفردية التي أشار لها الدكتور مؤمن مشكورا. يعني الدكتور مؤمن لفت نظرنا الدكتور علي أبو زيد مشكورا إلى قضية مهمة، وهي قضية التقليد والميل إلى الفرنجة. يعني ربما يكون هذا من تأثير، دعني أقول يعني، مسح الشخصية العربية بسبب غيابها عن ألسنة العرب التي هي بالنهاية اللغة العربية الفصيحة، تصوغ نفوسا وتصوغ عقليات وتصوغ أخلاقا معينة. ربما غابت هذه الشخصية بغياب اللغة عن الألسنة، وهذا ملمح مهم ربما لفت إليه الدكتور علي وحاولنا أن نبينه. لكن أنت صاحب تجربة في مناهج تعليم اللغة العربية أو اللسان العربي لغير الناطقين به، وهذا يغرب السؤال عن وسائل تعليم اللسان العربي لغير الناطقين به أو للناطقين بغيره، وماذا يمكن أن يستفاد من الثقافة العربية الواسعة والغنية في هذا السياق؟ في الحقيقة أستاذنا، مسألة تعليم اللغة العربية لأبنائها أو لغير أبنائها تحتاج إلى جهود كبيرة وعظيمة من المؤسسات الحكومية. مؤسساتنا الحكومية في الحقيقة لا تدخر وسعا إطلاقا في إماتة اللغة العربية، ولا أبالغ في هذا الوصف كثيرا. أنا اشتغلت في هذا الجانب وعملت بحوث أكاديمية وبحوث ميدانية في عديد من الجوانب، على سبيل المثال واحد منها معايير تعليم اللغة العربية لأبنائها ولغير أبنائها. حتى اللحظة التي أتكلم فيها لا يوجد معيار واحد عربيا مستقلا غير مستنسخ من دولة أوروبية أو غربية من المحيط إلى الخليج، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، وأنا ضمنته في بحوث أكاديمية وناقشته في أكثر من مؤتمر. هذه مسألة. مسألة ثانية، أين هي معايير الثقافة العربية من تلك المعايير؟ لا يوجد، وهذا شيء خطير. لهذا السبب نجد مسألة العولمة تقفز فوق كل هذه القضايا وتسيطر على الموقف، ويأتي المسؤولون ويدافعون عن هذه الاعتبارات. هذا كله إندل يدل على أن الضحية الوحيدة في هذا الجانب هو أبناؤنا. اللغة لا يستطيعون المساس بها، هي قائمة منذ آلاف السنين ولن تتغير ولن تتبدل، لأن الله تكفل بحفظها. أما أبناؤنا فإنهم ضحايا يدفعون ثمنا باهظا، لأنهم لا مستقبل لهم بغير لغتهم. أنا أقول لك شيء واحد أستاذنا الكريم، معاهدة مايستراخت التي انبثق عنها الاتحاد الأوروبي في السبعينات، هذه المعاهدة أصلا نشأت لعامل اقتصادي، وهذا العامل الاقتصادي إنما هو ضعف أبناء البلاد الأوروبية في لغاتهم الأم، تسبب في أزمات نفسية أدخلهم في عجلات وأمور استنزفت موارد الدولة وأضعفت عجلات الإنتاج في المعامل، فاحتاجوا إلى إعادة قوانين وتنظيم قوانين لبناء ثقافتهم الأم وتعليمهم لغاته الأم. ولذلك حتى اليوم كل الدول الأوروبية داخل الاتحاد الأوروبي تعلم كل المقيمين في أوروبا لغاتهم الأم بما فيهم العرب على نفقة الدولة، والدولة تدفع رسوم ونفقات المعلمين والمتعلمين ليتعلموا لغاتهم الأم. ما هو السبب؟ فقط من أجل الحصول على التوازن والاستقرار النفسي الذي ينتج مواطنا صالحا. أين نحن من مثل هذه القضايا؟ ماذا تفعل مؤسساتنا التعليمية؟ يعني أذكر الآن على سبيل المثال الدكتور محمود فهمي حجازي
عمل على منظومة قياسية لقياس نواتج المخرجات التعليمية في المؤسسات، بقيت طي الأدراج ولم تنشر هذه المنظومة، بل ولم يعمل بها لا على نطاق وزارة التعليم العالي ولا على نطاق وزارة التربية. نعم. وقدمت طيب. إلى جامعة الدول العربية وتم إهمالها. نعم. وأيضا الدكتور محمود السيد كان مسؤولا عن مكتب التعليم في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الثمانينيات والتسعينيات. الرجل قدم وثيقة تأسيسية لبناء الثقافة في تعليم اللغة العربية، أهملت هذه الوثيقة، أودعت في المنظمة وأودعت في جامعة الدول العربية وأودعت في وزارة التعليم المصرية وفي سوريا، ولم يستجب أحد لمثل هذه القضايا. نعم. طيب دكتور مؤمن، يعني دعني أعود مرة أخرى إلى الاستوديو. اليوم تحدثنا قبل قليل عن 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 حالة الانحسار الحضاري للعرب، غياب شبه كلي عن مسرح التأثير الدولي بل حتى الإقليمي، ربما عسكريا سياسيا فكريا حتى مجتمعيا. هل هذا الواقع يجعل مهمة تعميق الإحساس بالذات اللغوية عند العرب مسألة عسيرة، أم ثمة سبل لإنجاز هذه المهمة؟ بل مسألة أساسية، يعني إن كانت عسيرة أو إن كانت يسيرة لا بد منها. أنت يعني أنا في يوم من الأيام دعوت أن يكون الحفاظ على اللغة العربية جزءا من مهمات وزراء الداخلية العرب. الله. وأقصد من ذلك لأن قرارات وزراء الداخلية هي الوحيدة على مستوى الوطن العربي تنفذ، لأنه قضاياهم يعرفونها ولذلك يطبقونها. من هذا الباب الأمن العرب، أمن العرب جزء، لغتهم جزء من هذا الأمن، فالقضية ليست بهذه السهولة. يعني مهما حاولنا أن نتخلى عن هذه اللغة، التخلي عن اللغة يعني أننا نسير نحو الهاوية، يعني نسير نحو ذوبان. اليوم العالم يحاول أن يبتلعنا من خلال اللغة، ما يسمى اليوم بالغزو الثقافي. اليوم نحن نتحدث عن الثقافة واللغة. الغزو الثقافي ما هو؟ هو استلاب لثقافات الشعوب المستضعفة. ما تظن يعني اليوم يقولون لك والله لابد من قبول الآخر، مفهوم قبول الآخر عندي غير مفهوم قبول الآخر عند الغربي. مفهوم قبول الآخر عندي أن أقبله هو أن يقبلني، مفهوم قبول الآخر عند الغرب هو أن أقبله فقط لا أن يقبلني، والتجارب والدلائل على ذلك موجودة. كل الأنظمة والقوانين التي يتحدثون بها عن الحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان وحرية التعبير، هذه الأمور، هذه الحريات وهذه القضايا تقف عندما تصطدم مع مصالحهم. ولذلك عندما نتحدث عن اللغة، هل تعليم اللغة أو الحفاظ على اللغة، لا بد منه، لأنه جزء من الحفاظ على هويتنا، جزء من الحفاظ على شخصيتنا، على كياننا. نحن أمة صاحبة حضارة، لا نريد أن نقول كنا، ونحن نريد أن نصبح صرنا. اليوم معظم المتعلمين العرب من جميع البلدان العربية، من سوريا، من قطر، من الإمارات، من اليمن، من مصر، عندما يخرجون إلى البلاد الأخرى تجدهم من المتفوقين، تجدهم يمارسون، وتجدهم مبدعين. هم أنفسهم الذين يخرجون من هذه البلدان وهم لا يستطيعون أن يقدموا شيئا ولم يفعلوا شيئا. إنسان يأخذ دكتوراه بالذرة ثم يأتي ويوضع مديرا لمشفى، ما الذي تنتظره منه؟ فالقضية مسؤول عنها الإدارات. الأعمال الفردية نعم نحن نقوم بها بشكل فردي، أن يعطى صلاحية كاملة لمجامع اللغة العربية. مجامع اللغة العربية للأسف لا تستطيع أن تعمل شيئا، لا لأنها ضعيفة بل فيها ثلة من العلماء الأوفياء الأكابر، ولكن لا سلطان لهم في لغتهم. في يوم من الأيام قلنا دعونا نجعل قرارات مجمع اللغة العربية في اللغة، في تصحيح اللغة فقط، نعم، شاملة أو مفروضة على الجميع، لا يجوز لأحد أن يتجاوزها. حذف هذا البند. طيب. لم يقبل به. ولذلك يعني لا نتحدث عن يعني حديثنا عن ضعف اللغة وعن الحفاظ عن اللغة هو حديث عن الهوية. ولذلك تعميق اللغة يعني زيادة الانتماء، يعني تعزيز هوية المرء بوطنه أولا ثم بأمته ثانيا. هذا كله يجعلنا نستعيد الكرة. نعم. لنضع أنفسنا على الطريق ثم ننطلق لنعيد. طيب.
ما كنا عليه إن شاء الله. الدكتور مؤمن طرح رأيا غريبا لكنه لافت حقيقة عندما قال أنه اللغة العربية تعميمها وحمايتها ينبغي أن يصدر عن مجلس لوزراء الداخلية العرب، يعني حقيقة على 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 طرافة الاقتراح لكنه يعبر ربما عن حالة، عن مزاج، عن ألم نفسي يعصف بالنخب العربية، في موازاة قضية حفظ اللغة بقرار عسكري أو أمني، بموازاة ذلك يبدو أن المشكلة في الوطن العربي الآن مشكلة تتعلق بالوعي، هناك غياب شبه كلي للوعي بقيمة اللغة العربية وبأهميتها لوجود العرب ذاتهم لكينونتهم. هل يمكن برأيك، هل ثمة وسائل لإحداث ثقب في جدار الجهل بهذه اللغة بقيمتها بأهميتها؟ السؤال لي طبعا. نعم، أولا لست من طرح هذا الاقتراح. نعم، هو الدكتور علي، الدكتور علي طرح. نعم. لو رجعت إلي لألغيت كل مناصب وزراء الداخلية العربية فهم لا يحسنون صنعا أبدا. في الحقيقة يعني أنا أتفق جزئيا. من يصنعون؟ نعم تفضل دكتور. نعم، يعني أنا أتفق جزئيا مع الدكتور في هذه النقطة. اللغة العربية تحتاج إلى سلطان، وسلطانها مصادر، وحتى نستطيع أن نثبت اللغة في أبنائنا وبناء مستقبل لهم نحتاج أن نعيد هذا السلطان إلى اللغة، إلى اللغة العربية. واللغة العربية إذا لم تكن في عجلات التعليم مدمجة بالثقافة العربية الأصيلة والرصينة فإنها ستأخذ مستقبل أولادنا إلى الهاوية. لهذا يعني أستطيع أن أقول أن دمج المحتوى الثقافي في تعليم اللغة العربية هذا ضرورة وحتمية لا بد منها، لكن هذا الدمج يجب أن يكون دمجا موضوعيا ولا يجوز أن يكون دمجا انتقائيا. لهذا السبب اليوم كثير من المؤسسات العربية بل الحكومات العربية، وهذا ليس سرا، الحكومات العربية اليوم في كثير منها تغير مناهج تعليمها بناء على توصيات من سفارات من هنا وهناك، وهذا أمر في غاية الخطورة. لذلك لا ينبغي أن يكون هناك أي سلطان على اللغة العربية إلا من اللغة نفسها ومن أبنائها ومن الغيورين عليها من أبنائها. نعم. ولا ترتهن اللغة العربية لجهات خارجية، لأن هذا يؤدي إلى دمج انتقائي وليس إلى دمج موضوعي في تعليم اللغة العربية، وأعني الدمج الثقافي. الدمج الثقافي هو حتمية لا بد منه من أجل تكوين أبناء صالحين في المستقبل يستطيعوا أن يقودوا مستقبل هذه الأمة، وإلا فإن الأبناء سيكونوا منهزمين أمام الثقافات الأخرى وثقافة العولمة والهيمنة الاقتصادية وما إلى ذلك. لذلك يعني أنا أرى أن حتمية تعليم الثقافة في برامج تعليم العربية هذه ضرورة، إلا أن هذه الحتمية لا تعني تعليم الثقافة الإسلامية كما يظن الكثير اليوم. طيب. وهذه مغالطة كبيرة. طيب. وإنما تعني تعليم اللغة العربية بأبعادها الثقافية. طيب. وقيمها الإسلامية. وهي تشكل إطارا يعني للحدود الثقافية. طيب اليوم دكتور، الثقافة الإسلامية ثقافة عالمية. نقاط مهمة أشرت إليها دكتور، لكن يعني للأسف الشديد أن الوقت ضاق حتى كاد ينفد مني، فبقي عندي دقيقة واحدة أخصصها لضيف الاستديو الذي ينبغي أن أختم معه. دكتور، هو سؤال ربما يعتمد على عصف ذهني، هل العرب اليوم بحاجة إلى نهضة علمية عسكرية سياسية تدعم اللغة العربية وتنشرها، أم أن الأمر بالعكس، العرب اليوم في حالة موات واللغة العربية هي من يمكن أن ينتشلهم؟ أولا دعني أوضح فكرتي التي معي دقيقة واحدة وعندي سؤال. أن تكون اللغة في من مهام وزارات الداخلية هي الغاية، الحرص عليها. نعم نعم واضح دكتور. دفاع عنها واضح. الأمر الثاني، إذا شاءت هذه الأمة مجتمعة أو دولة إذا شاءت أن تنهض لابد لها من أن تعزز لغتها في أبنائها، وأن تعزز ثقافتها في أبنائها، وأن تعزز انتماءها في أبنائها. هنا إذا
تعززت هذه الأمور نستطيع أن ندخل في سباق الحضارة. وإذا بقينا على أننا تبع كما أشار الدكتور، نحن معاييرنا نستوردها وقوانيننا نستوردها، حتى مناهجنا نستورد مفرداتها في كثير من الأحيان من باقي الأمم. عندما نجعل اللغة وصية علينا ونجعل همنا حماية هذه اللغة ونعتز بها، نستطيع أن نؤسس مجتمعا قويا متكاتفا متماسكا، نستطيع أن نبني دولة قوية يفخر بها قائدها، ثم نستطيع أن نبني أمة ونستطيع أن نكون أصحاب حضارة. لا حضارة بلا لغة قومها. ولعل السؤال الأبرز هو كيف الوصول إلى ذلك، ولعلنا نتحدث في ذلك في حلقة مقبلة. أشكرك دكتور علي. شكرا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو، الدكتور علي أبو زيد الخبير الأول بمعجم الدوحة التاريخي ورئيس جامعة دمشق الأسبق، كما أشكر الدكتور مؤمن العنان أستاذ اللغة العربية وخبير مناهج تعليم العربية. شكرا لكم على كرم المتابعة، في حراسة الله.